السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي وكذلك الثاني ابتدائي وكذلك باقي المستويات. أنا سنخاطب بخصوص التلاميذ المتعثرين في مادة الفرنسية، خصوصا لا ليكتور، تلقوا فيها مشكل كبير لا ليكتور. إذا هذه فرصة جيدة للقضاء على هذا المشكل بشكل نهائي. إذا نقدم لكم هذا المرجع، هذا لا سونس دي فرونسي الخاص بالمستوى الأول ابتدائي، ويستفيد معنا كذلك باقي التلاميذ. إذا إليكم هذا الفيديو، و لا ليكتور سي لابيك، القراءة المقطعية. إذا النشاط الأول مقترح هو قراءة هذه المقاطع 5 مرات بشكل يومي. أوب بو أد دو أوف أوغ أو تو لو أوب بو أد أوف أوغ أو تو لو دو فو فا دو دا مو ما لو لا فو فا دو دا مو ما لو لا. إذن بعد استماع هذه المقاطع يجب عليكم التدرب الآن على القراءة. هيا بنا. أوب، رددوا معي. أوب بو أود دو أوف أوغ أو تو لو جيد. السطر الثاني. أوب بو أود أوف أوغ أو تو لو دو السطر الثالث. فو فا دو دا مو ما لو لا. السطر الرابع. فو فا دو دا مو ما لو لا. جيد. الآن وبشكل سريع وبصوت مرتفع يجب عليكم قراءة هذه المقاطع بشكل متسلسل. أوب بو أود تو أوف أوغ أو تو لو أوب بو أود أوف أوغ أو تو لو تو فو فا دو دا مو ما لو لا. فو فا دو دا مو ما لو إلا. إذن بعد قراءة هذه المقاطع يجب عليكم إشراك المقاطع للحصول على الكلمات التالية: دي او
Live, des olives, des olives. Un, do, mi, no. Un domino. Une moto, des olives. Un domino, une moto. إذن غاية من هذه الفيديو وتمكن من قراءة جيدة جميع المقاطع وكذلك جميع الكلمات لكي يتمكنوا التلاميذ خصوصا المستوى الأول ابتدائي والمستوى الثاني ابتدائي من القضاء نهائيا على المشاكل القراءة. إذن هناك فيديوهات العديدة سوف أقدمها لكم على غير البداية فقط، لأن هناك العديد والعديد من الفيديوهات حتى النهاية لكي تستطيعوا القراءة بشكل جيد نصوص فرنسية وكذلك قصص فرنسية بكل سهولة وكل يسر. إلى اللقاء.